أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام من كتاب الكافي الشريف الحديث الثالث عشر من أحاديث هذا الباب عن أبي أيوب النحوي قال بعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة وفي يده كتاب قال فلما سلمت عليه رمى بالكتاب إلي وهو يبكي فقال لي هذا كتاب محمد بن سليمان يخبرنا أن جعفر ابن محمد قد مات فإنا لله وإنا إليه راجعون ثلاثة وأين مثل جعفر؟ ثم قال لي اكتب فكتبت صدر الكتاب ثم قال أكتب إن كان اوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه قال فرجع اليه الجواب انه قد اوصى الى خمسه، واحدهم ابو جعفر المنصور ومحمد بن سليمان وعبد الله وموسى وحميده. ذكرنا فيما مضى ان من علائم الامامه الوصيه بمعنى ان يكون الامام اللاحق وصيا للامام السابق الامام الحسن كان وصيه امير المؤمنين علي عليه السلام والامام الحسين كان وصيه الامام الحسن والامام زين العابدين كان وصيه الامام الحسين وهكذا هذه علامة من العلائم العامة التي تكشف عن إمامة الإمام. في هذا الحديث الشريف بيان للإشارة على إمامة الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، لأنه كما ذكرنا في حلقات ماضية أن المنصور العباسي بطش بآل علي عليه السلام، فقتل من بني الحسن الكثير، ومع أنه كان يعلم أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ليس له طمع في السلطة، وأنه لا يجمع عسكرا لكي ينتفض ويخرج على المنصور كان يعلم ذلك بعلم اليقين لأن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام سواء في زمن بني أمية أو في أوائل زمن بني العباس حينما لم يكن الحكم قد استقر لهم رفض جميع طلبات البيعة معه ليكون حاكمه وكان المنصور يعلم ذلك، وكان مشاركا في بعض هذه الجلسات، وكان يعلم ان هناك ضغط على الامام الصادق لكي يبايع محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن، ولم يبايع الامام الصادق، وكل هذا كان واضحا له. ولكن مع ذلك كان يخشى جانب الإمام الصادق، لماذا؟ لأنه كان يعلم أنه هو الإمام الذي عينه الله سبحانه وتعالى، وكان يعلم أنه يعني المنصور قد غصب موقع الإمام الصادق، هسه الإمام الصادق لا يطالب بهذا الحق، لكن ليس معناه أنه هذا ليس حقا له. فلذلك من باب الخائن خائف كان يخاف جانب الإمام الصادق، وقد هم بقتل الإمام مرات متعددة، إلا أن إرادة الله سبحانه وتعالى كانت في نجاة الإمام الصادق، وآخر الأمر أمر بدس السم إلى الإمام، فمات الإمام مسموما. وأراد المنصور أن يقطع الإمامة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فلذلك كتب إلى واليه في المدينة أن يقتل وصي الإمام الصادق. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في حال تقية وكان يعلم بما يزمع إليه المنصور والله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من حجة، يعني حتى الظالمون إذا أرادوا أن يقتلوا حجة الله، الله سبحانه وتعالى لا يمنع من ذلك، كما أن الظالمين قتلوا الأنبياء والله سبحانه وتعالى لم يمنع من ذلك، بالمنع التكويني، لكن بشرط أن لا تنقطع حجة الله من على الأرض. فلذا الله سبحانه وتعالى يقدر بقاء حجته، لكن الله سبحانه وتعالى يجري الامور عبر اسبابها، ابى الله ان يجري الامور الا باسبابها، والمعجزه حاله استثنائيه، فلذلك الامام الصادق لبّس الامر على المنصور بأن اوصى الى خمسه، ولكن نفس هذه الوصيه للخلص من أصحاب الإمام الصادق كشفت إمامة الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام لأنه أوصى إلى خمسة أربعة منهم لا يصلحون للإمامة فإذن ينحصر الأمر في الخامس أوصى إلى نفس المنصور جعل المنصور وصيا له وأيضا أوصى إلى حاكم المدينة محمد ابن سليمان طبعا هذان لا يصلحان للإمامة لأنهما حاكمان ظالمان والله سبحانه وتعالى يقول لا ينال عهدي الظالمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الإمامة عهد الله ولا تنال هذه الامامه التي هي عهد الله الظالمين. فالمنصور وحاكم المدينه خارجان بالنص. الوصي الثالث حميده او حميده زوجه الامام الصادق. والمراه لا تكون نبيا او اماما. فايضا الوصية لها لا تعني امامتها. بقي اثنان، عبد الله الافطح وموسى بن جعفر. عبد الله الافطح هو ابن الامام الصادق، لكن كان معوقا فيه فطح في رس في راسه او في رجليه. وقد ذكرنا ان الامام لا يكون في جسده عاهة او آفة. فإذا عبد الله أيضا لم يكن يصلح للإمامة فبقي الأمر منحصرا في الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام في مناقب ابن شهراشوب يروي أنه جاء عربي إلى أبي حمزة الثمالي أبو حمزة الثمالي عمر طويلا ما يقارب المئة عام في أوائل شبابه أدرك الإمام زين العابدين عليه الصلاه والسلام. وبعد ذلك كان من اصحاب الامام الباقر، ومن بعده كان من اصحاب الامام الصادق، وادرك امامه الامام الكاظم، وتوفي في اوائل امامه الامام الكاظم. ابو حمزه الثمالي جاء اليه اعرابي فساله خبرا، شنو الخبر؟ فقال توفي جعفر الصادق عليه السلام فشهق ابو حمزه شهقه واغمي عليه فلما افاق هسه المصيبه عظيمه لكن بالنسبه الى ابي حمزه لازم يعتقد بالامام الذي هو بعد الامام الصادق هذه من مسائل اصول الدين فلذلك اول سؤال سأل الأعرابي إلى من أوصى فلما أفاق قال هل أوصى إلى أحد يعني أنت تعلم هذا المقصود قال نعم أوصى إلى ابنيه عبد الله وموسى وأبي جعفر المنصور هذا الأعرابي ما كان يدري أنه الوصية أيضا لحاكم المدينة ولحميدة فضحك أبو حمزة، يعني سر بذلك لأنه عرف إمامه، وقال: الحمد لله الذي هدانا إلى الهدى، وبين لنا الكبير، ودلنا على الصغير، وأخفى عن أمر عظيم. بين لنا الكبير، ودلنا على الصغير، وأخفى عن أمر عظيم، شنو معنى هذا الكلام؟ فسئل عن قوله، فقال: بين عيوب الكبير لان الكبير في عيوب الفطاح وغير ذلك ودل على الصغير لاضافته اياه لانه اضاف الصغير الى الكبير قال ابنيه عبد الله وموسى اذا عبد الله ليس يصلح للامامه فينحصر الامر في موسى وكتم الوصيه للمنصور لانه لو سال المنصور عن الوصيه قيل انت يعني في حال تقيه الامام في نفس الوقت اللي هو في حال تقيه لحفظ الامام الكاظم في الوقت نفسه ايضا بين الحق لمن اراد ذلك الحق حديث اخر عن صفوان الجمال قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن صاحب هذا الأمر فقال إن صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب وأقبل أبو الحسن موسى وهو صغير ومعه عناق مكية وهو يقول لها اسجدي لربك فأخذه أبو عبد الله عليه السلام وضمه إليه وقال بأبي وأمي من لا يلهو ولا يلعب ذكرنا فيما مضى أيضا انه الانبياء والائمه بشر فضلهم الله سبحانه وتعالى تركيبتهم الجسديه بشر قل انما انا بشر مثلكم يعني من ادم عليه الصلاه والسلام الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله ومن شيث وصي ادم الى الامام المهدي اللي هو اخر الاوصياء جميع الانبياء والاوصياء هؤلاء بشر ليسوا من الملائكه المشركون كانوا يقولون لماذا محمد صلى الله عليه واله من البشر لماذا الله سبحانه وتعالى لم يرسل ملائكه الله سبحانه وتعالى في آيات متعدده اجابهم ومن جملتها: "ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون". يعني لو كنا نريد نرسل رسول من الملائكه لألبسناه بلباس البشريه، كما ان الله سبحانه وتعالى حينما ارسل جبرائيل الى مريم عليه السلام عليها السلام لينفخ فيها روح الله عيسى الآية ماذا تقول؟ فتمثل لها بشرا سويا. الله سبحانه وتعالى يريد للناس أن يقتدوا بالأنبياء والأئمة، ولا يمكن الاقتداء إلا بواحد في ظاهره مثلهم. يأكل كما يأكلون، ويشرب كما يشربون. ويتزوج وينجب ويتألم ويقتل ويموت وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كانوا يعترضون على ذلك غافلين عن حكمة الله سبحانه وتعالى فالتركيبة الجسدية للأنبياء والأئمة تركيبة بشرية لكن الله سبحانه وتعالى فضلهم الله فضل الأنبياء بأن اختارهم لمنصب النبوة، فضل الأئمة بأن اختارهم لمنصب الإمامة، عصمهم، علمهم، فضلهم، وكلاً فضلنا على العالمين، التركيب الجسدية لا تنافي العصمة، لا تنافي العلم، لا تنافي الأفضلية، زين هذا اللي تركيبته تركيبة جسدية بشرية حالات أيضا حالات بشرية يعني الأنبياء حينما يولدون الأوصياء حينما يولدون طعامهم بالرضاعة يرتضع من أمه أو من المرضع رسول الله صلى الله عليه وآله ارتضع من حليمة السعدية مثلا هو صغير لا يتكلم إلا إذا كان هناك وجه إعجازي كما في كلام عيسى عليه الصلاة والسلام وإلا سائر الأنبياء والأئمة من حين ولادتهم عندما تشوفه في الظاهر تشوف تصرفاته كتصرفات رضيع وكذلك حينما يكبر أيضا تصرفاته ما تناسب عمره تناسب عمره بحيث يكون قدوه للناس في كل مجال. زين الانبياء هم صغار الصغار يلعبون ويلهون اخوة يوسف حينما ارادوا ان ياخذوا يوسف معهم يرتع ويلعب يعني أرادوا أن ليوسف أن يلعب هذا في الظاهر يعني الأنبياء هم صغار يلعبون لكن الظاهر هو ظاهر لعب الواقع مو واقع لعب الظاهر ظاهر له الواقع مو واقع له لأن اللهو شنو معنى اللهو العمل الذي يكون سببا لان يغفل الانسان عن اشياء اخرى. لذا في بعض كتب اللغه يقال: وكل شيء شغلك عن شيء فقد الهاك. يعني الانسان ينشغل بشيء فيغفل عن الاهم، هذا هو الله. اما اللعب شنو هو معناه؟ الفعل الذي لا فائده فيه. أو لا غرض عقلائي فيه. نقول واحد مثلا يلعب بلحيته. زين، هل هذا العمل فيه فائدة؟ لا. فيه غرض عقلائي؟ لا. فيسمى لعب. فاللهو هو الذي يكون سببا لأن يغفل الإنسان عن شيء أهم. واللعب هو العمل الذي لا فائدة فيه، ولا غرض عقلائي فيه. الأنبياء والأئمة صحيح تركيبتهم بشرية. وهو لمن صغير يلعب، لكن هذا ظاهره اللعب وليس واقعه لعب، أحيانا نشوف واحد مثلا يلعب لكن هو في الواقع ما يلعب، صحته بامر من الطبيب يحتاج إلى أن يمارس رياضة مثلا، وهذا عندما يمارس رياضة ولو هو في الظاهر كأنه لعب مثلا. لكن في الواقع ليس لعبا وإنما علاج صحي مثلا أو وقاية صحية فإذا أنت شفت, شفت واحد عظيم مثلا بده يلعب بالكرة قد تستغرب ذلك شنو هذا العمل؟ ما يناسب هذا الشخص؟ لكن إذا تشاهده يمارس تمارين رياضية أمره الطبيب بها هنا ما تستغرب ذلك هو صحيح ظاهرة رياضه مثلا او لعب لكن هو واقعه علاج او وقايه هكذا بالنسبه الى الانبياء والاوصياء وهم صغار يمكن الشوف بالظاهر يلعب لكن لعبه ليس لعب هذا الحديث فيه اشاره الى ذلك الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام هو صغير ومعه عناق مكيه العناق شنو هي؟ العناق على وزن السحاب الأنثى من أولاد المعز صخلة صغيرة لم تبلغ خمسة أشهر يعني الصخلة الصغيرة بين ولادتها إلى بلوغها خمسة أشهر يقال لها عناق ومكية نسبة إلى مكة طبعا يمكن متعارف مثلا أحيانا يأتون ببعض الحيوانات الصغيره والاطفال يلعبون معها ويلتهون بها يقول شفت الامام الكاظم وهو صغير ومعه عناق مكيه في الظاهر يلعب لكن ماذا يقول لها اسجدي لربك لان كل شيء يسجد لله سبحانه وتعالى من الحيوانات والنباتات والجمادات خاضعون لله سبحانه وتعالى جميعا اسجدي لربك يعني بالظاهر لعب لكن في الواقع ليس لعبا زين هذا الحديث يقول أنه صفوان الجمال وهو من أصحاب الإمام الصادق كان وهو الذي كان إلى جمال مكاري حمل دار مثلا عند قافلة أو كذا فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حينما كان يذهب يسافر يسافر مع صفوان، ولذا بعض زيارات أمير المؤمنين عليه السلام، وزيارات الإمام الحسين عليه السلام، عن الإمام الصادق رواها صفوان الجمال، لأنه هو كان مثل السائق مثلاً، يأتي بالإمام الصادق إلى النجف إلى كربلاء، فالإمام كان يزور وصفوان كان يحفظ هذه الزياره ويكتبها ورواها لنا صفوان الجمال سال الامام الصادق عليه الصلاه والسلام عن صاحب هذا الامر بطريقه مؤدبه يعني بعدك منه ما قال بعدك قال ما من هو صاحب هذا الامر الامام اول ذكر قانون عام ان صاحب هذا الامر لا يلهو ولا يلعب بعد ذلك جاء الإمام الكاظم وهو صغير مع العناق المكية وهو يقول لها اسجدي لربك فأخذه, فأخذه أبو عبد الله عليه السلام وضمه إليه وقال بأبي وأمي من لا يلهو ولا يلعب يعني الكبرى طبقها على الصغرى الإمام من هو من لا يلهو ولا يلعب الإمام الكاظم وهو صغير لا يلهو ولا يلعب حديث آخر وهو الحديث السادس عشر من أحاديث هذا الباب آخر أحاديث هذا الباب عن فيض ابن المختار قال إني لعند أبي عبد الله عليه السلام إذ أقبل أبو الحسن موسى عليه السلام وهو غلام فالتزمته وقبلته فقال أبو عبد الله عليه السلام أنتم السفينة وهذا ملاحها قال فحججت من قابل ومعي ألفا دينار، فبعثت بألف إلى أبي عبد الله عليه السلام وألف إليه، فلما دخلت على أبي عبد الله قال يا فيض عدلته بي؟ قلت إنما فعلت ذلك لقولك، فقال أما والله ما أنا فعلت ذلك، بل الله عز وجل فعله به. ايضا هذا الحديث فيه اشاره الى امامة الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام. جاء الامام موسى بن جعفر، موسى بن جعفر وهو صغير. ذكرنا ان الغلام في اللغه العربيه يطلق على الرضيع الى الشاب اللي عمره ثلاثين سنه. اذا واحد عمره 20 سنه، 25 سنه ايضا يطلق عليه غلام. ولذا الامام الحسين في يوم عاشوراء قال قد خرج اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكان عمر علي الاكبر في ذلك الوقت 28 سنه وفي بعض الروايات 18 سنه هذا الحديث فيه على ان المقصود انه كان صغيرا لان طريقه تعامل الفيض مع الإمام الكاظم يدل على صغره إذ أقبل أبو الحسن موسى وهو غلام فالتزمته وقبلته التزمته يعني احتضنته وقبلته فقال أبو عبد الله عليه السلام ماذا قال الإمام الصادق أن أنتم السفينة وهذا ملاحها السفينة إذا ما بها قبطان هذه السفينة تتكسر في أمواج البحار ولا توصل الذين هم في السفينة ركاب السفينة لا توصلهم إلى المقصود إلى المقصد لذا لا بد للسفينة من قبطان من ملاح الإمام يقول أنتم السفينة يعني أنتم ركاب السفينة هذا بحذف المضاف وهذا ملاحها يعني هذا إمامكم إشارة إلى ذلك الإمام يهديكم إلى الحق كما أن القبطان يوصل السفينة إلى بر الأمان زين الفيض ابن مختار التقط هذه الإشارة فهم المقصود ولذلك في السنة القادمة عندما جاء للحج جاء ومعه ألفان من الدنانير فأعطى الإمام الصادق أهداه ووصله بألف ووصل الإمام الكاظم بألف بالألف الثانية لأنه إحنا عدنا في الروايات أن صلة الإمام بألف ألف أو بألفي ألف يعني أنت إذا تدفع صدقة لك عشرة أضعاف من جاء بال... حسنت فله عشر أمثالها إذا واحد اقترأ أقرض 18 ضعف صلة الرحم كذا ضعف لكن إذا وصل الإمام يعني الدرهم أنت تهدي للإمام هدية هذا في الأحاديث ألف ألف يعني مليون ضعف أو في بعض الأحاديث ألفي ألف. يعني مليونيا من الأضعاف، الله يضاعف لك. لأن الثواب يختلف. أنت تساعد فقير، أو تقرض مال، أو أنت تهدي للإمام. طبعاً الإمام ما يحتاج إلى فلوسك، هذه هدية تدل على الحب والولاء. أحياناً تشوف واحد جداً ثري. ما يحتاج، لكنه شخصية شيخ عشيرة مثلا إمام مسجد وجيه، تشوف بعض الناس حبا له يهدونه هدايا رمزية أو هدايا مادية أو هدايا معنوية، هذه بيان للمحبة، الآن الناس مثلا يأتون إلى المقامات الشريفة لأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ويتبرعون أموال. زين هو الإمام يحتاج إلى هذه الأموال؟ الإمام ما يحتاج. هسه الإمام على قبره صرح شامخ أو قبره مهدم مثل الأئمة في البقيع. بالنسبة للإمام ومنزلته لا يفرق ذلك. نعم بالنسبة إلينا يفرق هذا من شقائنا أنه الأئمة عليهم الصلاة والسلام تكون قبورهم مهدمة. هذا الضرر النا، وإلا الإمام لا يضره شيء. لأنه هو هو إمام ومنزلته عند الله موجودة. فالإمام ما يحتاج إلى أموال الناس، لذا في الآية الشريفة الله سبحانه وتعالى يقول يخاطب الرسول، خذ من أموالهم صدقة حتى تطهرهم بهذه الصدقة، مو أنه الرسول يحتاج، الرسول كان يأخذ هذه الأموال يوزعها على الفقراء والمحتاجين والأنصار المهاجرين وغيرهم. وعاش الرسول حتى في زمان اللي اقبلت الدنيا على المسلمين، عاش حياه الفقراء، وهو الذي رجح ذلك. زين فالفيض ابن المختار جاء بألفي دينار، اعطى الامام الصادق الف، واعطى الامام موسى بن جعفر، موسى بن جعفر الفا اخرى، فالامام تقريرا له ومدحا له، قال يا فيض عدلته بي قال: قلت انما فعلت ذلك لقولك، انت قلت ان هذا امام. فانت امام اهديتك ووصلتك بألف وهو امام ووصلته بألف. فقال مو هو الفيض قال: لقولك؟ الامام قال: هذا مو قولي. هذا من الله سبحانه وتعالى، اما والله ما انا فعلت ذلك يعني حيث وصيت به. وحيث قلت لكم إنه الإمام بل الله عز وجل فعله به يعني هو الذي جعله الإمام وإنما أنا بلغت ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما ومعرفة بهم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين